كل التنظيمات التي قاومت الاستبداد، والاستبداد هو مرض هذه الأمة، سواء كان بجبة عسكرية أو جبة مدنية، هو المرض العضال الأساسي بتاعها. القوميون كانوا من خلال مقولة الوحدة، اليسار من خلال مقولة العدالة الاجتماعية، الإسلاميون من خلال الهوية والمسألة الأخلاقية وغيرها من المسائل. الآن تقييم خاص بعد 10 سنوات من الثورة في تونس التي تعتبر متقدمة على غيرها، وبعد التعثر في عديد البعر التي انطلقت في مسار الثورات العربية، أعتبر أن هناك تعثرا لهذه النخب، وأعتبر أن حركة النهضة، وأؤكد مجددا، هي أفضل من غيرها، ولكنها لم تقدر على تجديد رسالتها من مقاومة الاستبداد في مرحلة ثانية إلى تحديد هوية جديدة في الحكم. والهوية الأحزاب السياسية في الحكم، الناس في الحكم لا يسألون من أنت وما هي هويتك وما هي مرجعيتك، وإنما يسألون سؤالين أساسيين، هو ماذا فعلت وماذا أنجزت في حياة الإنسان، في حياة الإنسان العادية، وخاصة في المحور التنموي ومحور التشغيل، وثانيا كيف أنجزت هذا. تقييم خاص وأؤكد مجددا على خيبة أملي في يسار تونسي ارتهن للإيديولوجيا بدل الاجتماعي فزال من الخارطة، وطيار قومي لا زالت لحد الآن أحلامه العسكرية والانقلابية قائمة، ولم يتصالح لا مع الوحدة ولا مع الديمقراطية. أما بالنسبة للنهضة التي قلت أعتبرها تلميذا أولا في قسم كسول، أعتبر أن منج نزحت في ال3 سنوات الأولى متاع إرساء الدستور وغيرهم، ولكن بعد ذلك منذ سنة 14 فما بعد ذلك في امتحان الحكم والإنجاز تعثرت. ثم بعد ذلك أعتبر، وهذا رأيي شخصي، أنه في التحالفات السياسية وفي غيرها ظهر أكثر التكتيكات وحرب المواقع وغيرها، على حساب ربما التماسك الأخلاقي والتماسك القيمي، وأيضا ربما يظهر نوع من الخذلان أو نوع من التفصي من التعاهد مع الجماهير التي انتخبتها.